عاد إلينا مرة أخرى الأستاذ شهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. أستاذ شهو مرحبا بك مرة أخرى. يعني كنت قد سألتك عن سائرون، إلى أي مدى ترى أنها والفتح يعني أخذتا حصة الأسد بحكومة عبد المهدي؟ ألم يتعاقدا بتنازلهما للتوافق لتشكيل الحكومة إلى ما ترجع تمسكهما بمزيد من الوزارات؟ تفضل أستاذ. عفوا، تحياتي مرة أخرى. حقيقة جميعنا نتذكر آلية تشكيل الحكومة وأيضا إعطاء المسؤولية لعادل عبد المهدي، كان لأنه شخصية من الممكن السيطرة عليها وأيضا من الممكن فرض الأجندة الخاصة بهذه الأطراف السياسية على عادل عبد المهدي. في الجلسة الأولى لاختيار الوزارات فعلا سائرون مررت كل ما تريد، ولكن الآن تريد أن تغير في خياراتها وتريد أن تفرض مرشحين آخرين على الوزارات. بشكل عام سائرون والفتح وباقي الكتل السياسية اتفقت على المناصب، ولكن المشكلة فيما بينهم الآن هو مشكلة الشخصيات التي من الممكن أن تأخذ هذه المناصب والوزارات. فليس عندهم مشكلة مع نصيب كل فرد أو حصة كل حزب سياسي من الوزارة ومن الحكومة، ولكن الآن الإشكالية هو في اختيار الشخص المعين لهذه المناصب. وبالتالي يرى سائرون أن يجب اختيار شخصيات من قريبة منه لهذه المناصب المهمة، وخاصة وزارة الداخلية والتي سوف تكون مسؤولة بالكامل على الأمن والاستقرار ووضع حد للميليشيات. ولكن إذا كان طرف ميليشياوي هو الذي يختار وزارة الداخلية، فحينها لا يمكن أن يستقر العراق وأيضا يستمر الفوضى، وهذا ما يريده الطرف الذي يختار الفياض لهذه الوزارة، وخاصة أنه معروف أنه شخص ميليشياوي. وبالتالي الآن مشكلة بينهم مشكلة على الشخصيات وليس على الحصص بشكل عام. كيف تقرأ أستاذ شاهو إعلان كتلة البناء أنها الكتلة الأكبر؟ إلى أي مدى ترى أنها محاولة ربما للضغط على عبد المهدي كما يقول تحالف سائرون؟ هذه الأطراف تستعمل كل الوسائل والأساليب حتى تضغط على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ومن الممكن التأثير عليه، وخاصة أنه ليس لديه كتلة برلمانية تحميه أو تدافع عنه، وبالتالي من الممكن أن ينجر أو يستسلم لهذه الضغوطات. وأيضا كتلة البناء إلى الآن طبعا لم يختر من هو، يعني دستوريا لا يوجد الكتلة الأكبر، لأنهم في اختيار رئاسة الوزراء رئيس الوزراء المكلف لم يختاروا وفق اختيار الكتلة الأكبر. إلى الآن غير معروف من هو الكتلة الأكبر، وبالتالي الطرف الآخر أيضا يستطيع أن يقول أنه يدعي أنه هو الكتلة الأكبر. وبالتالي نحن أمام فراغ، يعني عدم تطبيق للدستور منذ الخطوة الأولى. وهذه المحاولات أيضا هي محاولات لفرض المرشحين على عادل عبد المهدي، وخاصة أنه كثرة تلويحه بالاستقالة يجعله رئيس وزراء ضعيف من الممكن أن يستقيل في أي لحظة، وبالتالي هؤلاء يريدون إما أن يكونوا هم المسيطرين أو أن يشكلوا حكومة ضعيفة من الممكن انهياره بعد أشهر حتى هم يعيدوا صياغة المشهد بالشكل الذي يريدوا. ماذا عن الكتل الكردية؟ يعني هناك أيضا اتهامات متبادلة فيما بين هذه الكتل، وهناك صراع أيضا، يعني يبدو أن هذا الصراع يعني بين الفتح وسائرون ليس الصراع الوحيد، هناك أيضا صراع على المناصب من قبل الكتل الكردية، كيف تنظر إلى ذلك؟ بلا شك الصراع بين الكتل الكردية خرج بعد اختيار رئيس الجمهورية، بعد اختيار برهم صالح الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني. الآن الاتحاد الوطني الكردستاني يريد أن يعمل وفق الماضي، الاتفاق الاستراتيجي بينه وبين الديمقراطي الكردستاني، ويتم تقسيم المناصب بالتساوي. الديمقراطي الكردستاني يرى عكس ذلك، يرى أنه ما دام رئاسة الجمهورية ذهبت للاتحاد الوطني فيجب أن يذهب باقي المناصب إلى الديمقراطي الكردستاني، ويريد أن يأخذه هو أو يعطيه لحركة التغيير بشرط أن لا يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني. وطبعا هذه الأزمة وهذا المشكلة الموجودة لدى الأطراف الكردية أثرت على تأخير تشكيل الحكومة أيضا في إقليم كردستان العراق، لأنهم ينتظرون توزيع الحصص في حكومة العراقية في بغداد، وبعدها سيتم التفرغ لموضوع تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق الذي تأخرت بعد الانتخابات، ومن الممكن أن يتأخر أكثر في ظل الانقسامات الموجودة وعدم الوصول إلى اتفاق في المناصب.
إلى أي مدى ترى أن هذا الصراع الدائر بين الكتل والتحالفات يعني لا يخدم مصلحة العراق؟ لا شك نظرنا إلى اهتمامات المواطن العراقي الحالي وبعد كل هذه السنوات نرى أنه إلى الآن يعاني من السيول والغرق وعدم وجود الكهرباء والمياه، ولكن الأطراف السياسية بقدر ما هي مهتمة بشراء الوزارات وشراء المناصب العليا والتي كشفت عنها جميع الوسائل العالمية جزائي وسائل الأخبار العالمية، تهتم بشراء الوزارات، تهتم بالمناصب لأنها تفكر بكيفية نهب هذه الدولة من جديد عن طريق هذه الحكومة الجديدة، والمواطن لا يستفيد أي شيء حتى لو تشكلت الحكومة بالكامل. هم الآن يصورون للمواطن أنه سيتم تحريك الشارع إذا لم يتم تشكيل الحكومة سريعا، ولكن حتى لو تشكلت بشكل كامل لن يؤثر إيجابيا على حياة المواطنين لأن المنظومة بالكامل فاشلة، وليس الحكومة فقط، المنظومة بالكامل منظومة فاسدة ويجب تغييره وإصلاحه جذريا. من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.